النائب محمد علي قال إنه تلاوة قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدخل نوعا من التردد لدى بعض النواب، وأضاف في تصريح اليوم إنه المجلس أقر بأنه لا يمكن تغيير القانون الانتخابي اليوم، وأنه حتى في صورة التصويت على التنقيحات فإنها لا تنطبق على الانتخابات الحالية وإنما على الانتخابات المقبلة. هذا رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وأشار محمد علي لأن اللجنة لم تكن لها فرصة للقيام بالاستماعات الممكنة، وقامت باستماع وحيد لوزارة العدل، واستأنست برأي هيئة الانتخابات اللي تعتبر طرف في النزاع، وبين أنه كان من المفترض أخذ رأي المحكمة الإدارية ورأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي محكمة المحاسبات اللي أوكلت إليها مسألة التدقيق في المرافق العمومية التونسية، ولا يمكن سحب بساط ملف الانتخابات منها حسب تعبيره. هذا ورفع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة بعد ظهر اليوم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي على أن يتم استئنافه على الساعة 3:30 بعد الظهر لمنح الكلمة لجهة المبادرة لتولي الرد على تساؤلات النواب واستفساراتهم. وكانت الجلسة هذه انطلقت صباح اليوم في دورة استثنائية لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها، وسط جدل واسع بشأن ردود فعل متباينة في الساحة السياسية في ضوء تنظيم الانتخابات الرئاسية نهار 6 أكتوبر المقبل. تمرير هذا التنقيح يتطلب تصويت 81 نائب على الأقل لفائدته، باعتبار أنه التصويت على القوانين الأساسية يفرض الحصول على الأغلبية المطلقة من عدد نواب المجلس 50+1. بالتوازي مع الجلسة العامة تجمع عدد من النشطاء السياسيين ومن المجتمع المدني والمواطنين قرب مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي، وحث المشاركون في التجمع الاحتجاجي اللي دعت له الشبكة التونسية للحقوق والحريات نواب الشعب على عدم التصويت لفائدة التنقيحات المقترحة على القانون الانتخابي اللي اعتبروها سابقة لم تعرفها الدول الديمقراطية، لسيما وإنها جاءت أياما قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية. وكانوا 34 نائب هما اللي تقدموا بمقترح القانون نهار الجمعة اللي فات، وهو ما يتعلق أساسا بإحالة اختصاص البت في النزاع الانتخابي إلى القضاء العدلي محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الإدارية. واعتبر المحتجون أن هذه التنقيحات تعد ضربا لأسس المنظومة الانتخابية، وهي تهدف إلى تجريد القضاء الإداري من دوره الحصري في البت في قضايا النزاع الانتخابي، ونزع صلاحية محكمة المحاسبات في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بما يتيح الإفلات من المحاسبة حسب تعبيرهم. كذلك نجد يعني اليوم بعض التصريحات أيضا المحتجين في هذه المسيرة اعتبروا أن هذه التنقيحات تعد ضرب لأسس المنظومة الانتخابية. من جهته منسق ائتلاف صمود حسام الحامي قال في تصريح الوكالة تونس أفريقي للأنباء أن مقترح تنقيح القانون الانتخابي مسألة خطيرة، وهو يمس من المناخ الانتخابي والسياسي ومن أركان الدولة. أضاف قوله زيدا قال أنه رغم تعبير عدد من النواب على رفضهم لهذا التنقيح في هذا التوقيت بالذات، فإننا لا نأمل كثيرا في التصويت ضد هذا التنقيح حسب تعبيره. من جهته اعتبر الناشط في جبهة الخلاص سمير ديلو أن القضاء العدلي لا يمكن أن يكون جهة تحكيمية في النزاع الانتخابي، وأنه ليس من حق البرلمان تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في الدقائق الأخيرة قبل يوم الاقتراع حسب قوله. بدوره الناشط السياسي والوزير الأسبق نجي جلول وجه الدعوة للمترشحين العايشي زميله زهير المغزاوي للانسحاب من السباق الرئاسي، واعتبر أن هذه الانتخابات أصبحت لا معنى لها، حثا مختلف التشكيلات السياسية على التعايش بعيدا عن عقلية التآمر والتخوين.
نجي هذا كما قلت بالتزامن مع الجلسة العامة اللي انطلقت صباحها هذا اليوم وما زالت متواصلة، واليوم من المنتظر انها تحسم في هذا الجدل وتقول كلمتها. النواب معناها يقولوا الكلمة متاعهم بالتصويت لصالح هذه التعديلات او لا. عبيد البريكي يقول انه مقترح تنقيح القانون الانتخابي درء لخطر الفراغ الدستوري. اعتبر رئيس حزب تونس الى الامام عبيد البريكي اليوم انه مقترح تعديل القانون الانتخابي الذي يعرض على الجلسه العامه بالبرلمان يهدف الى درء المخاطر المحدقه بالبلاد في حال حدوث فراغ دستوري حسب تعبيره. أكد البريكي أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع تعديل القوانين الانتخابية قبل موعد الانتخابات بشهر أو شهرين. قال أنه الإبقاء على دور القضاء في مقترح تعديل القانون الانتخابي يعد أمر مطمئن. شدد على أنه الحديث عن انحراف فعلي في مسار الانتخابات وضرب الديمقراطية يكون صحيح فقط في حال إقصاء دور القضاء. كما جدد البريكي التأكيد على المكاسب المحققة منذ 25 جويلية، أضاف أن وضع برنامج إصلاح لمجموعة من التجاوزات أصبح ضروريا مثل تأسيس المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء الفصل 24 من المرسوم 54. تحدث كذلك على برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحسين أداء الإدارة وعدم التفريط في المؤسسات العمومية والعمل على إصلاحها، إضافة إلى تخصيص الدعم لمستحقيه وتوجيه التمويل العمومي لدعم 4 قطاعات رئيسية من بينها النقل والتعليم والصحة. أكد المنصف بوزيزي عضو الحملة الانتخابية للمترشح الرئيسي زهير المغزيبي اليوم في تصريحات الإكسبريس أفام أنه تنقيح دستور 2022 هو من بين نقاط البرنامج السياسي لزهير المغزيبي. قال في تصريحات اليوم أنه تم تكليف فريق من خبراء القانون الدستوري لتقديم مقترحات تعديل على دستور 22 للحد من صلاحية رئيس الجمهورية وإرساء توازن إيجابي بين مختلف السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية وتحريرها من نفوذ السياسة وتدخلها حسب قوله. وقال في هذا السياق سيتم إدخال الرقابة على رئاسة الجمهورية حتى يتم ضمان توازن السلطات دون تفكك الدولة. كما أشار بوزيزي إلى أنه باش يتم اقتراح قانون ينظم عمل الأحزاب والجمعيات، إضافة إلى وضع نظام قانوني حقيقي لإدارة المؤسسات الإعلامية، كما باش يتم مراجعة الفصول الجذرية خاصة منها المرسوم عدد 54 حسب تأكيده.